طبعا شايفين ابو الهول وضع غير اللي انتم متعودين عليه. ابو الهول عيونه مغمضة، ابو الهول عيونه مغمضة، تقدروا تقارنوا صوره اللي موجودة قبل النهاردة، قبل تاريخ النهاردة، تقدروا تأكدوا بنفسكم مغمض عيونه. نزلها طيب ولا ايش؟ يا جماعة في موضوع خطير سمعته ما مصدقه، هل هو حقيقة ولا؟ اكتشفت لما سمعت من الرجال يقول لي ان ابو الهول عيونه مغمضة، انا صراحة ما صدقت. دخلت سويت بحث وسيرجع على النت، لقيت عيونه مفتحة في كل الصور حتى سواء كانت قديمة ولا جديدة، لكن حثني ان انا لازم اجي واشوف بنفسي، وفعلا جيت شفت ولقيت عيونه مغمضة. هذا شيء غريب، ظاهرة غريبة، كأنه نايم. أنا مستغرب، سبحان الله. سألت حقون اللي هنا الآثار وحقون الناس اللي هنا، هل سووا ترميمات لأبو الهول؟ حد سوى له ترميمات في وجهه في أي مكان؟ قالوا ما حد سوى ترميمات نهائيا. سبحان الله، كيف قبل كذا كان مفتح والحين مغمض؟ شيء عجيب. أدخلوا وشوفوا وشوفوا إيش النتيجة. واللي هذا يرسل لي على التعليقات. الله يفرجك. وهذه فيديو ثاني لابو الهول، شوفها. نايم ولا انا يتهيالي؟ نايم الرجال، نايم. صباح الخير، يسعد الصباح، سلام عليكم.